الآن إلى مكناس وفعاليات الملتقى الدولي للفلاح المتواصل بالعاصمة الإسماعيلية، حيث تتواصل الفعاليات فعاليات هذا الملتقى الدولي للفلاحة، والذي عرف توفد العديد من الفلاحين وممثلي التعاونيات الفلاحية للاطلاع على آخر الابتكارات التي تهم قطاع الفلاحة. تفاصيل أكثر في تقرير عصام العباري. افتتح اليوم المعرض الدولي للفلاحة لاستقبال زواره من العموم. هؤلاء الفلاحون من إحدى التعاونيات الفلاحية بإقليم قلعة سراغنا جاءوا إلى هذا المعرض الذي أصبح موعدا سنويا لاكتشاف آخر الابتكارات التي تهم القطاع الفلاحي. أي جينا إن شاء الله باش نستفدوا من هذا المعرض، ورقينا وسائل جديدة وتقنيات جديدة، وتنجريو دابا باش نديرو ان شاء الله الطاقه الشمسيه داخل التعاونيه. الطاقه الشمسيه نعمل اللي فيها اقتصاد، ونطاقه نظيفه واقتصاد الفلاح ما يتمردش، وديما الحمد لله عنده الدخل احسن ما يرام. هذا الشيء طلبوطه وكذا وكذا، كاين مصاريف وكاين الديباناج ديال الهرس والعربات وكذا، هذه الحمد لله نقيه. فضاء المستلزمات الفلاحيه، فضاء خاص بآخر الابتكارات في مجال الفلاحة، يقترح على زبنائه كيفية تحديث وتحسين أنشطتهم الفلاحية. هذا الفلتر هذا تيخدم النسخ اللي تيطلع من البير، بحال ديك الرملة، بحال اسمو تيشدها هو باش ما يمشيش للتيو يخرقوا. هذا هو الدور ديال هذا. الشركات المغربية تحاول أن يكون ما تقدمه للفلاح يتضمن حلولا للمشاكل التي تعيق تطوير أنشطته وتحسين مردوديته، على رأسها ارتفاع تكلفة الإنتاج. ابتكرنا شي شوية في واحد الكونفرتيسور بالنسبة للطاقة الشمسية، اللي هو درنا واحد الصناعة مغربية مع صوبنا واحد الكونفرتيسور اللي على الظروف الطاقية اللي عندنا حنايا، دونك بدا تيعطي روندومون أحسن. إلا أنه كاين بعض واحد شوية المشكل اللي كاين هو بالنسبة للفينونسمون ديال لي بانو، باقي الفلاح تتجيوه بأنه التكلفة عالية شي شوية ديال لي بانو سولار، وهذا تيطلب شوية ديال التدخل ديال الدولة باش من ناحية ديال باش تشوف من ناحية التي في. المعرض الدولي للفلاحة اكتسب على مدى 13 سنة مكانة لدى مهنيي القطاع الفلاحي، كما أضحى منصة للنهوض بالقطاع الفلاحي على المستوى الوطني والإفريقي.